وقالوا لي غنقتلوا لك ماماك، غنقتلوا لك باباك، خوك، اختك. شويه كيقولوا لي لا غنقتلوا لك الوالي، ما فيهاش غنقتلوا لك الوالي. فتخيلوا انا ملي سافرت لدارنا 3 ايام وراها مات الوالد بسكته قلبيه مفاجئه. يعني هاد الناس ما تيلعبوش، ملي طلعوني العالم الروحي ويبقى السحار تيقول للشياطين الساحره طلعوا ليها في راسها، وكنحس بداك الشياطين الساحره طالعين من الصفر الكبير اللي لتحت وطالعين هكا كيدرجوا كيطلعوا لي راسي. كيبدا اللي قالها لي داك الشيطان الساحر كيدير يقطع لك عرق راسك ولا يسكت لك القلب ولا يدير لك عقد الموت ولا وكيحفر. داك الشيطان الساحر خطير، كيحفر وكيدير التهابات خطيره في الراس. انا بنتي كيقتلوا قدام عيني، تيقتلوها تيديروا لها تبريد العظام قدام، كيبردوها كينشفوها من الحراره هي الاولى، وعاد كيمشيو ليها كيبداو يحفروا ليها في داك الشياطين، يبداو يحفروا في الكرش، يبداو يحفروا في الراس، صافي كيدوروا فيها مع شحال من شيطان ساحر وساحر. التعذيب، التعذيب هذا، التعذيب، القتل بالتعذيب، اقسم بالله القتل بالتعذيب. هادشي انا تقهرت مع هاد الناس، انا بغيتهم يفارقوني، انا ملي طلعوني للعالم الروحي وكيتواصلوا مع. نعود لكم المعاناة ديالي، لأنني عام زادت المعاناة ديالي. فزرت الراقي الأول، كنت زرت واحد الراقي راه دمني 50,000 ريال ما دار لي والو. الراقي الثاني حتى هو راه زرته عطيته 40,000 ريال حتى هو، يعني راه النتيجة ما كيناش. وهاد السحارة هادو عام زادوا تصرع عليا وقالوا بأن تواصلت مع الصحافة وتواصلت مع الرقاة وما كاين حتى نتيجة، صافي نبقاو عليها بالسحر تنقتلوها. أنا راه أكثر من 40 مرة ديال سحر القتل، وهاد الشيء زاد تمجهد عندي. قبل راه كانوا كيديروا لي غير عقد الموت هنايا في الغدة الصنوبرية، ولكن ابتداء من 2019 من اللي بان كوفيد وهما بغاو يقتلوني، ما فيهاش شك، لان اسحار القتل والموت اللي تعرضت ليها خطيره جدا جدا، لدرجه انك تتمنى لو تموت ولا تبقى كتكافح وكترقي في راسك باش تبقى عايش. راه ماشي اسحار سهله، راه اسحار ديال القتل والموت، واللي جربها هو اللي كيحس بها، ما يحسش بها شي حد اخر من غير اللي جربها. بحال مثلا هذوك اسحار ديال السيوفه في القلب، الشياطين الساحره. انا هاد الناس طلعوني، تخيلوا قتلوا لي حتى النفسيه ديالي، المورال ديالي قتلوا لي، الاعصاب ديالي لعبوا لي عليها. ملي طلعوني للعالم الروحي ويبقى السحار تيقول للشياطين الساحره طلعوا ليها في راسها، وكنحس بداك الشياطين الساحره طالعين من الصبع الكبير اللي لتحت وطالعين هكا كيدرجوا كيطلعوا لي راسي. كيبدا اللي قالها لي داك الشيطان الساحر كيدير يقطع لك عرق في راسك ولا يسكت لك القلب ولا يدير لك عقد الموت ولا كيحفر. وداك الشيطان الساحر خطير، كيحفر وكيدير التهابات خطيره في الراس. يقدر المهم هذاك السحر الاسود، المهم كل شيء، دوك الاسحار اللي كتعرفوا نتوما ديال القتل والموت كلها دوزوها عليا. انا عيس ما نكذبش عليكم، مع هاد الناس ما بغاوش يفرقوني، لدرجه ان مليت من الحياه. انا كوني صحاب لي الراجل غيدير لي هذا المقلب، لان الزوج ديالي هو اللي جابني لهاد الخدمه نخدم فيها، وهو اللي عمر لي الانتقال، وانا غير سنيت في ورقه الانتقال، ما يصحبش لي غيدير لي هذا المقلب اللي هو مقلب حراميه. انا كيصحاب لي جايه نخدم، غنلقى المحيط ديال العمل غنلقاه يعني سليم، ما كاين حتى تاثيرات سحريه. ما هاد السحارة كيسكنوا في المحيط ديال العمل فين كنخدم انا والله واخا يعطوني مليار في هاد الخدمه اللي انا خدامه فيها، ما نجي ليها كوني صحاب لي هادشي غيدوز عليا، لانهم مشاو قاسوا لي حتى ولادي. يعني بالسحر ولادي انا جبتهم شحال من مره من الانعاش، سحر الدميه، القتل بالدميه، دوك الانواع القتل كلهم دوزوهم علينا. انا ما نكذبش عليكم، ما بقيتش كنعس لا ليل لا نهار، هادي عامين من العام اللي فات وهما مطلعيني للعالم الروحي والتهديدات، ومره وكيمشيو ليا الولد، وداروا لنا سحر التشتت العائلي. راه الراقي راه عارف اللي متبع معايا الحاله، وملي داروا ليا سحر التشتت العائلي ولدي صيفطوه بلاد اخرى، يعني في اوروبا، مشاو حتى هو كيسحروا لي، وانا كنحط البورطابل قبيل كيقولوا لي انت شوفي دابا حنا دخلنا لولدك، وكنشوف ولدي داخل كيقول لي ماما شنو بغاو عندنا هادو، شنو بغاو عندنا، شنو قصدهم هذا، اش بغى. يعني انا تقهرت نكذبش عليك، ما بقيت كنديها في ماكله ناكلها، ما بقيت كنديها في اللبس.
البسمه بقيت كنديها وليت انايا غير في هاد اصحار القتل والموت هاد الناس. يا ربي فارقوني، انا بغيتهم غير يفارقوني، بغيت شي جهه مسؤوله تهضر معاهم ويفارقوني، بغيت التدخلات ديال الناس يعني باش يفرقوني من هاد الاسحار ديال القتل والموت. والله القسم انا ماشي غنقول لكم هاد الشيء، انا خدمت في هاد الخدمه في 2001، ولكن انا عارفه هما كيلعبوش، الا طلعوك باغين يقتلوك يقتلوك. لان في 2009 كانوا طلعوني العالم الروحي وقالوا لي غنقتلوا لك ماما، غنقتلوا لك بابا، خوك، اختك، شويه كيقولوا لي لا غنقتلوا لك الوالد، ما فيهاش غنقتلوا لك الوالد. فتخيلوا انا ملي سافرت لدارنا 3 ايام وراها مات الوالد بسكته قلبيه مفاجئه. يعني هاد الناس ما تيلعبوش، انا بغيت شي رقات يدخلوا فيهم يهضروا معاهم، بغيت شي جهه رحيمه، لان يعني القتل راه ماشي شي حاجه سهله. وبلادنا هي تبارك الله وصلى على النبي ما كتبغيش المواطن ديالها الاذى، هما كيحاربوا في كوفيد، هما كيحاربوا في الامراض، ما كيبغوش المواطن يتقاس. ولكن القتل وبالسحر والشعويذه راه اخطر من كوفيد، اخطر من اي حاجه. راه القتل هذا راه ما ماشي شي حاجه ديال اللعب. راه انا راه كنرحم راسي غير بالرقيه، نهار كامل وانا بالرقيه والمات الرقيه باش بقيت عايشه وباش كنكافح. ودابا وقسما بالله دابا يعني ندير هاد الروبورتاج الصحفي، وكنت شوف صيفطوا لي اليوم شي 20 شيطان ساحر راسي، ما كنجي فين نخرج فوش كيطلع فوش، وداك الشيء كيحفر لي في الراس. واش انا التعذيب، التعذيب هذا التعذيب، القتل بالتعذيب، اقسم بالله لا القتل بالتعذيب. هذا الشيء انا تقهرت مع هاد الناس، انا بغيتهم يفارقوني. انا ملي طلعوني للعالم الروحي وكيتواصلوا مع بعضياتهم بالسميات، كيعيطوا لبعضياتهم بالاسماء، وهذا عادي كنبحث عليهم هادو، وكنبحث كنلقيتهم في المحيط ديال الامل كيسكنوا، وكيخدموا في جهه اخرى، راه كيتجمعوا فيها السحاره، كيخدموا في واحد الجهه تما في سله، هذا الشيء راه في سله واقع، كيخدموا فيها وكيسكنوا، وعندهم السكن في واحد الجهه فين كيخدموا، وعندهم السكن ثاني في محيط العمل. وهاد الناس عرفوني يعني بحكم ان المعامل ديالي قريب من السكن ديالهم، عرفوني وما يعني بغاو يقتلوني، ما خلاوش من جهدهم باش يقتلوني. وانا راه تقهرت، بعض المرات تيطلعوا 10 السحاري يتحاموا عليا، انا بشر، انا ماشي، انا كون حصلت في غابه ما يديروش ليا هكا، الحيوانات المفترسه ما ديرش ليا هكا، قسما بالله اللي كون حصلت انا في غابه. وبعض المرات انا بنتي كيقتلوا قدام عيني، تيقتلوها، تيديروا لها تبريد العظام والدم، كيبردوها كينشفوها من الحراره هي الاولى، وعاد كيمشيو ليها كيبداو يحفروا ليها في داك الشياطين، يبداو يحفروا في الكرش، يبداو يحفروا في الراس، صافي كيدوروا بها مع شحال من شيطان ساحر وساحر، حتى هي يا قدام عيني، وانا كنرقي وانا كنرقي وانا معصبه وتنرقي باش نرد الحياه. حتى انا كيديروا ليا هكاك، مره يمشيو الراجل اللي جابني انا لهذا المقلب ما كيقربوش ليه بالمره، ما كيقربوش ليه بحكم ان عائلته كاينه تما في البلاد وصحابه وداك الشيء كيوصيو عليه، ما تيقربوش ليه بالمره. ولكن انا تقهرت، انا تقهرت، نكذبش عليكم، وبغيت شي جهه رحيمه ديال الرقات ولا ديال المسؤولين ولا ديال المجتمع المدني ولا جمعيات حقوقيه تضغط على هاد الناس باش يفرقوني باش يبعدوا عليا. الله يجازيكم بخير. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.